من عام إلى آخر يزداد عدد المواطنات الروسيات اللائي يقدمن على زواج مختلط مع العرب. السيد بسام البني مواطن سوري يعيش في روسيا منذ ما ينوف عن 20 عاما، متزوج من مواطنة روسية، وأثمر قرانهما بولادة الابن وسيم. مختلفون في كل شيء، لكن انتقاءهم الروحي والنفسي والجسدي استطاع أن يوحد بينهم ويمكنهم من تجاوز صعاب جمة حتى بعد مولد الابن وسيم. لكن هذا لا يعني أن اقترانهما تلفه السعادة كل الوقت، إذ وفي سعي لزواج مختلط ناجح يستلزم من كلا الزوجين تنازلات عدة. زواج السيد بسام كان عن اقتناع بالطرف المقابل عقلا وقلبا، زواج كتب له الدوام رغم كل شيء. أخي الوقت مرق بسرعة كبيرة كتير، 16 سنة مثل طرفة العين مروا. تجربتي الشخصية أنا من الزواج من أجنبية تجربة ناجحة والحمد لله، ومثل ما شايف عندي أسرة جيدة والحمد لله طفل جيد وظريف، ولكن لو عاد فيها الزمن ل 16 سنة لورا أنا كنت باخد وحدة عربية. السبب أنه في اختلاف بالدين، اختلاف بالعادات والتقاليد، اختلاف بالفكر، وهذا الشيء بيؤدي لتجاوزات الواحد ما مضطر يساويها. ولكن بالشكل العام أنا مبسوط وسعيد بزواجي من أجنبية، والحمد لله عندي أسرة كتير مبسوطة. السيدة أولغا البني كانت على وعي تام بما ينتظرها من جراء الزواج المختلط، قالت أنها لم تندم وأنها تزوجت عن حب واقتناع. Какой я, ну, делаю переворот даже в своей жизни. Но с годами я поняла, что когда ты любишь человека, очень легко переделать себя, очень легко пойти на какие-то уступки. И я считаю, это абсолютно незначительные уступки для счастья в семье. Я очень рада, что у меня очень хороший сын, и я рада, что он أسرة البني هذه مثال للعائلة المختلطة الناجحة التي لم يكن لها أن تستمر في الحياة المشتركة لولا الكثير من التضحيات من كلا الأبوين لاختلاف المعتقدات والثقافة. تربية الأبناء بين ثقافتين مختلفتين أمر صعب ومعقد جدا إذا لم يسبقه اتفاق بين الزوجين حول كيفية تربية الأبناء فيما يخص تعليم مبادئ الدين والحياة. أما اللغة فالأم تبقى لغتها هي السائدة في البيت، وهذا أمر طبيعي. يا عرب، مو بابا عرب، ماي كورني происходит из Сирии, из Дамаска. Ну, мне очень нравится культура этой страны, этого города, потому что мне это очень нравится, и я горжусь этим. ليست كل الأسر المختلطة كمثل عائلة البني، والزواج المختلط قد لا يعقبه نجاح دائم في الحياة الزوجية إذا انعدمت فيه آليات التواصل والحوار الذي يضمن الاستقرار والتعايش أمام التعدد والاختلاف. محمد أنس طموح، تلفزيون المشرق، موسكو.